بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة واصيلا. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا تيجا ملك كريم في صورة إنسان خافت منه قتله إن كنت تخشى الله فأعلمك أن الخشية حين تروي مني صلاح حالك. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها عرفت اللي قاله الملك الكريم حقيقة، ولهذا الحمل ما تخلقهاش في ارتباك ولا في شك، لأن هو أخبرها الخبر المفرح فهي بأمر الله ستحمل سيدنا عيسى عليه السلام، وصدقت بكلمات ربها وكتابي وكانت من القانتين. الكتاب هنا هو التوراة كما نزلت، وكانت من القانتين أي من الناس اللي متربين تربية صحيحة يعرف قدر ربي حق قدره، والسلام علينا بالتمام والكمال. أهل الإسلام.